السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نشارك فيها وصفة جد فعالة لعلاج حساسية الجلد، منها الحكة الشديدة وأيضا خشونة الجلد والتهاب الجلد. قبل بداية هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي الأعزاء أن تنضموا إلى مدونة جرب حكم التي طرحت فيها العديد من الوصفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأيضا العديد من المعلومات عن الزيوت الطبيعية والأعشاب الطبيعية مكتوبة أيضا باللغة العربية الفصحى لتعميم الفائدة. فانضمامكم لي هو تشجيع كبير وشرف كبير، وأيضا أتمنى منكم الانضمام إلى صفحة جرب حكم على الفيسبوك لتبادل الآراء وتبادل المعلومات ونتائج الوصفات. دائما ستجدون الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. على بركة الله، كما قلت، هذه الوصفة لعلاج سريع وبسيط لحساسية الجلد، مثلا الحكة والتهاب الجلد واحمرار وخشونة الجلد. لن تحتاجوا فيها شيء الكثير. هذه الوصفة سوف تحتاجون إلى زيت طبيعي 100%، زيت الخيار. زيت الخيار هو يعني مفيد للبشرة والشعر، والشعر منشط لفروة الرأس، وكيعالج أيضا العديد من مشاكل في الجسم ديالنا. زيت الخيار لابد بأن يكون طبيعي 100%، وسوف تجدونه في صيدليات الأعشاب، وهو بأثمنة جد مناسبة. طريقة استعماله طريقة بسيطة بالنسبة على يعني بالنسبة لمن هو مصاب بحساسية الجلد. كما قلت، يمكنه أخذ القليل من زيت الخيار وعمل مساج بسيط على المكان، ثم تركه مدة نصف ساعة، ثم نقوم بمسح المنطقة ونكرر هذه الوصفة حتى الشفاء بإذن الله. طريقة كما قلت طريقة جد بسيطة، وهو جد فعال في علاج الكثير من المشاكل، مشاكل الجسم. هذا الزيت، زيت الخيار، لديه عدة فوائد، وهو أيضا يستعمل في مستحضرات التجميل كثيرا، ويمكنكم تأكد من من فوائده بعمل بحث بسيط جدا، وسوف تتعرفون العديد من الفوائد زيت الخيار. كما قلت، هذه الوصفة جد فعالة في علاج حساسية الجلد وتهدئة الجلد، خاصة في فصل الصيف الذي يتعرض إليه الجلد أشعة الشمس قوية، ويصاب الأشخاص بحساسية، التهاب واحمرار، وأيضا حكة وخشونة. يمكنكم الاستعانة بزيت الخيار، فهو جد فعال، استعملوه في فترة المساء. وإذا استعملتم أي زيت للبشرة أنصحكم أحبائي الأعزاء بعدم التعرض إلى أشعة الشمس. دائما إذا أردتم استعمال الزيوت للبشرة يمكنكم تركها حتى فترة المساء وتستعملونها، وفي الصباح بإذن الله تقومون بغسل المنطقة جيدا. أتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الوصفة لعلاج حساسية الجلد ككل، وأتمنى منكم أيضا الدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة جرب حكم المتواضعة، ودعمكم لي فهو شرف كبير، وأيضا للمزيد من العطاء وللمزيد من الوصفات الجديدة والحصرية في قناة جرب حكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.